سلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال. فيديو النهارده هيكون فيديو من عيار التقيل زي ما انتم شايفين. فيديو النهارده هيكون اجمل من رائع ان شاء الله. انا واثقه ان الفيديو ده هيعجبك يا غاليه، بس كملي الفيديو للاخر وان شاء الله الفيديو هيعجبك. فيديو النهارده فيه كله طاقه ايجابيه كده، يعني حاجات كتيرة هتعجبك وأفكار كتيرة هتعجبك بجد. حبيت أن أنا أطول لكم شوية في الفيديو، بس بجد بجد هتستفادوا منه بحاجات جميلة جدا جدا. فأول الفيديو كده عايزاكم تدعولي دعوة حلوة كده من قلبكم، وحبيت أن أنا أجيب لكم المقطع اللي فات ده علشان بجد محتاجة للدعاء بتاعكم، لأن الأيام دي تعبانة جدا. هتكلمكم في الفيديو هقول لكم أنا تعبانة مالي. بس قبل ما نكمل الفيديو ده، لو أنت أول مرة بتشوف القناة عندي من خلال الفيديو ده، ياريت تساعدني وجودك معايا وتشتركي في القناة وتفعلي زرار الجرس على الكل عشان يوصل لك كل جديد مني. وفضلا منكم حطوا لايكات كتيرة، عايزاكم بجد تحطوا لايكات كتيرة. نفسي الفيديو دوت يعني يتشاف وأكتر حد من الناس تشوفه. أنت هتساعديني بإيه؟ باللايك بتاعك، علشان انت اللي هتساعديني وانت اللي هتقفي جنبي باللايك بتاعك، وكمان بالكومنت المحفز منك. مستنيه طبعا لايكاتكم الجميله اللي زيك، ومستنيه كومنتاتكم اللي زيكم اللي بجد بترفع من روحي المعنويه كده، وبجد بتخليني عندي طاقه ايجابيه وعندي نفس وفضول ان انا انزل لكم فيديوهات متنوعه وفيديوهات تكون احسن من اللي قبلها. بس حطوا لي بقى لايكات كتير، وكمان اكتبوا لي كومنتات كده. اول حاجه كده زي ما انتم شفتوا ان هي كانت بتنظم الغرفه. زي ما انتم شايفين الغرفه كانت متبهدله على الاخر، يعني كانت مكركبه، كل حاجه في ايديها كانت بتحطها فيها، لان معروف ان دي غرفه الخزين، فبتعمل فيها اي حاجه، يعني بتحط فيها اي حاجه، اي كراكيب في ايديها بتحطها فيها. بعد كده نظمتها تنظيم حلو زي ما انتوا شفتوا التنظيم اللي هي نظمته. بعد كده دي غرفه الدريسنج، وكانت بتوريكوا في الاول غرفه الدريسنج عامله ازاي. هي بتحب التنظيم جدا، يعني بصوا يعني ما بتحبش الفوضى، ما بتحبش الحاجات اللي بتبقى مكركبه فوق بعضها. انا بحب كده برضو، النظام في كل حاجه حلو جدا، بس ما تجيش على نفسك. هي بقى هنا جت على نفسها شويه، كانت عامله غرفه دريسنج، فكانت حاطه كل حاجة كده على بعضها، او يعني ما كانش منظم. فزي ما انتوا شايفين نظمته التنظيم الحلو دوت. طبعا هي ما فيش حاجة وراها غير انها ان هي تنظم تنفض الكلام ده كله، بحيث ان هي يكون الدنيا يكون شكلها حلو. كانت كمان شارية الشماعات دي جديدة، لان كانت الاول الشماعات عندها الوان ومش متناسقة. فزي ما انتوا شفتوا جابت تقومة من الشمعات ونظمت كده الهدوم، وكمان التجان والحاجات دي كلها. طبعا القسم اللي هي كانت بتعمله الاول ده كان القسم بتاعها، ده القسم التاني بتاع زوجها. وطبعا كان جايباله برضو المنظمات الاكليريك زي برضو عندها، وابتدت كده تنظم له الهدوم بتاعته زي ما انتوا شايفين، عشان يكون الشكل منظم والشكل يكون شكله حلو، وبالتالي في الاخر هترتاح للتنظيم اللي هي عملته او للنظام اللي هي عملته الجديد. طبعا دي بهجتها وسرورها بعد ما هي خلصت. عايزين بقى نحط لايك هنا عشان المقطع الحلو اللي انتوا شايفينه ده. لو وصلت هنا ونسيت حط اللايك، حطي بقى اللايك وكمل الفيديو، لاني انا متأكدة ان هو هيعجبك. في حاجات كتيرة جدا جدا هتعجبكم. طبعا ده تنظيمها بعد ما خلصت الدريسنج بتاعها او النظام اللي هي غيرته فيه حاجتها. بالنسبة بقى للدريسنج وكده، زي ما انتوا شفتوا برضو كانت حاطة الاكسسوارات بتاعتها في مكان كده، فعملت لهم المنظمات اللي هي الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. حلوة قوي المنظمات دي بجد، كل حاجة يا جماعة فيها نظام، والله العظيم بترتاحوا نفسيا وتكون نفسيا مرتاحين. بس زي ما قلت لكم اهم حاجه النظام. كنت عايزه اقول لكم بقى ان انا نفسيتي تعبانه لايه. بصوا يا جماعه، مبدئيا الاول قبل ما نكمل هنا علشان نشوف بقى هنا الاول، ده المطبخ بتاعها. لو انتوا تلاحظوا لونه ايه، كانت لونه اسود او كانت دهناه باللون الاسود، فهي هتغيره هنا الاول قبل وبعد. يعني انا بوريكم قبل كان عامل ازاي. هي هنا دوت كان اللهم صل على النبي وبارك فيه، يعني كانت عامله كده زي نظام صيدليه في المطبخ، فده كان شكلها او ده النظام اللي هي كانت عاملاه فيها. يعني هتشوفوا دلوقتي النظام الجديد وهتشوفوا تنظيمها كان عامل ازاي. يعني كان عامل ازاي الاول وبقى عامل ازاي او هيبقى عامل ازاي. ده شكله كده طبعا لما نظمته.
في المنظمات اللي هي الأكليريك دي، وكتبت على كل حاجة أو كل مثلا علاج أو كده، كتبت عليه الأسماء بتاعه أو أي حاجة بتستخدمها في الضلفة دي، كتبت عليها الاستخدام بتاعها ده إيه عشان تبقى عارفة إن كل حاجة يعني مكانها. هنا طبعا بعد ما كانت جددت المطبخ بتاعها ودهنته باللون الابيض، كانت كمان بتقول ان هي حاطه كل حاجه، يعني لما كانت بتدهن ما كانتش بتشيل الحاجات كلها من الدرف كلها، لا كانت بتشيل درفه درفه يعني، وتحط الحاجه بتاعتها كده على جنب بحيث ان هي ترش المطبخ بتاعها او المطبخ يعني اللي هو التقفيل ترش باللون الابيض كده، وبعد كده كانت بتحط الحاجه تاني بترجعها لما الوحده دي بتنشف، وبعد كده في الاخر خالص بقى بعد ما خلصت المطبخ بدات ان هي تنظمه. واخدين بالكم؟ لو تلاحظوا تلاقي كل حاجة مرمية كده في المطبخ اي حاجة وخلاص، بس هي كانت بتقول لحدات لما هي تخلص المطبخ خالص كدهان يعني، وبعد كده تبتدي بقى ترص درفة درفة، بس لما بترصها بتبقى عارفة ان دي الحاجة اللي فيها حاجاتها مش حاجات داخلة على حاجات، فاهمين قصدي ايه؟ وده نظام حلو علشان ما يتعبكيش بقى في التنظيف وكده، يعني انت حتى لو بتنظفي مطبخك مش شرط تكوني بتدهنيه، لما بتكوني بتنظفي مطبخك او بتظبطيه او كده الحاجه بتاعته تحطيها على جنب، ما تحطيش بقى ما تطلعيش المطبخ كله فوق بعضه، وبعد كده ترجعي تدوري طب فين المعلقه دي، طب فين الشوكه دي، طب فين الحله دي، طب فين الغطا بتاع الحله دي، فاهمين قصدي ايه؟ لا، لما تطلعي ضلفه ضلفه وتنضفيها وتروقيها وبعد كده ترجعي ترصيها بنظام مش هتتعبي. وده كان نظامها برضو وترتيبها في المطبخ بعد ما جددته. طبعا هي بعد ما جددته باللون الابيض زي ما انتم شايفين، والتنظيم الحلو الممتع ده عجبني قوي، تنظيمها وترتيبها للمطبخ المطبخ بتاعها. كانت كمان ضفت له الحاجات اللي هي الخشب اللي انتوا شايفينها الادراج دي، بحيث ان هي تطلع وتخرج معاها لما تيجي تحط بقى غطا، تحط اي حاجة. حلوة قوي قوي، عجبتني بصراحة. زي ما بقول لكم بقى يا جماعة، انا الايام اللي فاتت دي كنت تعبانة جدا، تعبانة نفسيا. هقول لكم تعبانه نفسيا من ايه. اوقات بتيجي عليكي كده بتحسي انك انتي مش متقدره، يعني مش عارفه ده بيكون من ايه او السبب بتاعه بيكون من ايه، بس بتحسي من اللي حواليكي كده انك انتي ما انتيش متقدره، فبل بالعكس انتي بتكوني اللي حواليكي دول انتي مقدراهم جدا وشايلاهم فوق دماغك وحطاهم في قلبك كمان، وتيجي تبصي تلاقيهم هم بيعملوا عكس ما انتي ما بتعملي خالص خالص، وما تعرفيش ايه السبب. والمفروض ان هم يعني المفروض ان هم يعني بيدوكي نفس المشاعر بتاعتك دي اللي هو الحب والتقدير والخوف عليكي والكلام ده كله، ولكن لما يعني تيجي في وقت الجد او يحصل حاجة جد تلاقيهم يعني بصوا بمعنى اصح كده خلعوا، ممكن يتحججولك باي حاجة، ممكن يعني يقولولك اي حاجة بحيث ان هم يطلعوا نفسهم من اي حاجة، يعني مش عايزينك تبقي زيهم او مش عايزينك تكوني مثلا احسن منهم، معنى اصح بيحبوا ان هم يكونوا انانيين، يعني بيحبوا ياخدوا الحاجة دي لنفسهم هم بس، مش عايزين ان اللي معاهم يكون زيهم، مش هقولكوا احسن منهم، لا يكون زيهم، يكونوا في مستوى واحد، مش عارفة ليه. بس دوت يعني انا بشوف ان هو ده بيرجع لاصل الانسان، ان هو مثلا يكون حد وافي للي معاه، يعني انا بشوف كده. انما لو مثلا لو انت مثلا حد وافية للانسان اللي معاكي او للانسان اللي معاكي ايا يكن بقى هو مين، صاحبتك، صاحبك، اخوكي، اي حد يعني، اهم حاجه ان يكون في يعني يكون في كده بينكم وبين بعض كده مصداقيه. الصاحب بجد او الصاحبه اللي بجد هي اللي بتخاف على صاحبتها، هي اللي بتقدر صاحبتها، هي اللي بتكون عايزه تقف جنب صاحبتها، ده اللي انا بعرفه يعني. انما غير كده بتهيالي ان انا ما اعرفش حاجه غير كده يعني. انما الانسان اللي دايما تلاقوه بيخلع كده من كل حاجة، وطبعا يعني الناس اللي بتقف في شدتك هي دي الناس بجد اللي تنتمي ليها، وهي دي الناس بجد اللي تقفي جنبها، غير كده لأ. الناس اللي تلاقيكي يعني معاكي بوش ومن وراكي بوش تاني، ووقت الجد تلاقيهم كده طلعوا يجروا ما همش واقفين جنبك خالص، دول اللي تعرفوا ان دول عمرهم اصلا ما حبوكي، وكلامهم ليكي اصلا ما هوش مصداقية، يعني كلامهم ما كانش من الاساس فيه مصداقية، يعني اللي هو ايه يعني مثلا حب مصالح كده يعني.
فانتوا قولولي بقى، عايزاكم تقولولي انتوا ايه رأيكم في المواضيع دي، وقولولي يعني مثلا لو في حد زي كده هل المعاملة معاه تبقى ازاي، هل لو لقيتي حد مثلا بتحبيه او انسان يعني بتحبيه يكون غالي عليكي وفجأة تلاقيه هو طلع كده، او فجأة تلاقيه في حب النفس اللي هو يعني عايز كل حاجة لنفسه هو وبس، ده ايه، ده ايه، قولولي برضو يعني. ده ترجعي تكلميه عادي، طبيعتك انك انت تكلميه عادي وكأنك مش واخده بالك من اللي هو بيعمله، ولا تاخدي واقفه في المرحله دي وتبتعدي عنه احسن يعني. قولولي تحت كده في الكومنتات الحاجات اللي زي دي، ايه تاخدي واقفه في الحاجات دي وتبتعدي عنه احسن، ولا تقولي له انت عملت غلط، لا انت عملت صح كده. مع العلم ان احنا يعني انا اتكلمت قبل كده في الموضوع دوت، بس برضو ما فيش فايدة، مش عارفة ليه بقى ده ايه، مش عارفة. فانتوا قولولي بصرف النظر بقى عن اي موضوع انا اتكلمت فيه. هي هنا كانت خلصت طبعا المطبخ بتاعها وكانت ظبطته، وزي ما انتوا شايفين ده بوكس كده للاكياس بتاعت حافظ الطعام يعني. بعد كده هي بقى كانت بتنظم الدرفة بتاعت بنتها او الدرفة بتاعت الكتب يعني، زي ما انتوا شايفين هي كانت بتدهنها، بس زي ما اقول لكم هي بتحب النظام جدا، بتحب تكون منظمة، ما بتحبش البهرجة، ما بتحبش الحاجات اللي تكون فوق بعضها، فمن قصدي فكانت اصلا هي سبت تدهنها، بس كانت نشفت تقريبا، خدت اول طبقة حاجة كده وفضلت فترة عليها عبال ما تاخد الطبقة التانية، فعشان النظام وكده الدنيا ما تكونش مكركبة فوق بعضها. زي ما انتوا شايفين حطت فيها الكتب، وبعد كده بقى هترجع هتبقى تكملها. وهنا برضو ده المكتب بتاع الولاد، فكانت بتظبطه وبتنظبه لان هي في نفس الغرفة يعني. هنا ده زي نظام ارفف كده كانت حطاها، حط عليها بقى اللعب بتاعتهم والكلام ده، جابت لهم بوكسات كده وابتدت ان هي تنظم الدنيا عندهم، بحيث ايه ان كل حاجة تكون منظمة ويكون شكلها حلو، وكتب عليها الاسماء بتاعتهم برضو علشان لما يعوزوا حاجة او هي تعوز حاجة منهم ليهم يعني للاولاد وكده تكون عارفة هي ماشية ازاي. هنا برضو كانت بتنظم ده زي نظام بوكس كده، او زي نظام تربو يعني في الالعاب بتاعتهم هنا برضو دوت في الريسبشن عندها يعني. فهي حاولت ان هي تنظمه وتنظم الغرفة كده بحيث ان ما يكونش الحاجة فوق بعضها ويكون في يعني حاجات كتيرة. عملت البوكس دوت بدل التاني بوكس خشب يعني، ونظمت لهم الحاجة كده زي ما انتوا شايفين علشان يكون شكله حلو. برضو المنظم اللي هي جايبه ده حلو قوي، وعجبني فكرته. بحب انا الحاجات دي اللي بيكون فيها تنظيم، بيكون فيها حاجات يكون شكلها حلو بالنسبة للتنظيم وكده. هنا دي ده المكان بتاع الغسالات بتاعتها يعني. بس كده حبايبي، ده كان الفيديو بتاع النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكو، يكون بسيط عليكو كده، يكون السيدة اللي كانت معاكو النهاردة تكون عجبتكو. لو انتي وصلت هنا ما تنسيش تحط اللايك لو ناسية غالية، وكمان الاشتراك لو انتي اول مرة بتشوف القناة عندي، وتفعلي زرار الجرس على الكل عشان يوصلكو كل جديد مني وبكل الاشعارات الجديدة. اشوفكو الفيديو الجاي، واسيبكو في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.